السلام عليكم. القلق القادم من الجنوب، ربما يكون هذا أبرز عنوان يعبر عن حال حكومة المنطقة الخضراء في بغداد التي تعيش منذ أسابيع على وقع حراك شعبي تمثل في صورة احتجاجات متواصلة، تظاهرات تتلوها تظاهرات في مدن الجنوب ترد عليها حكومة بغداد بالماء حينا وبالنيران أحيانا، غير أن كل هذا الصخب القادم من بلاد الرافدين لم يجد حتى الآن صدى عربيا يتناسب مع إصرار المتظاهرين وخشونة المسؤولين. هل يجهل العرب ما يجري في العراق أم يتجاهلون؟ ولماذا يتكرر مسلسل الزهد العربي بما يجري في العراق منذ مدة ليست قصيرة؟ كيف يمكن أن يؤثر ضعف التفاعل العربي على مستقبل هذا الحراك الشعبي الذي يعلق عليه كثير من العراقيين كثيرا من الآمال في إحداث خرق سياسي يعيد إلى هذا البلد المهم شيئا من حيويته وعافيته؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. وكأن العراق بات خارج الخريطة العربية، تجاهل عربي كبير للتظاهرات في الشارع العراقي، ونأي بالحكومات وبوسائل الإعلام عن التطرق إلى ما يجري في البلد العربي العريق. تظاهرات بدأت في البصرة بمطالب تتعلق بتوفير الخدمات وفرص العمل، ثم ما لبثت أن تصاعدت واتسعت رقعتها الجغرافية لتشمل محافظات الوسط والجنوب وتصل إلى العاصمة بغداد. يتزامن مع ذلك ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين إلى وقف التدخل الإيراني في العراق والإطاحة بالعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والتي يتحكم فيها بضعة أحزاب فاسدة بحسب المتظاهرين. اللافت أن المحيط العربي للعراق لم يبدي أي اهتمام بما يجري من تطورات في الساحة العراقية القريبة، فرسميا غابت حتى بيانات الشعور بالقلق أو دعوة جميع الأطراف لضبط النفس والبعد عن العنف، رغم القمع الحكومي للتظاهرات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، ناهيك عن اعتقال المئات. تجاهل عربي فسره محللون بالقول إن إخفاقات الربيع العربي المتوالية في الدول التي شهدت تلك الثورات قبل أكثر من 7 سنين خلفت نوعا من التحيز ضد أي حراك شعبي جديد، ربما لن تختلف مآلاته عن سابقيه في دول المنطقة، هذا على المستوى الشعبي. أما رسميا وإعلاميا فإن الحكومات العربية وفق ما يرى المحللون ربما تواطأت عن التخلي على العراق والتسليم بكونه ملفا تتصارع فيه المصالح الإيرانية والأمريكية، ومن ثم ينعدم التأثير العربي في مجريات الأحداث فيه، وإن تعامل العرب مع نتائج ذلك الصراع بعد ذلك كأمر واقع. غير أن تلك النظرة العربية غير المبالية ربما بما يجري في العراق ربما سيكون لها بالغ الأثر في المستقبل على الأوضاع في المنطقة، فالمتظاهرون لا يحتجون فقط على فساد الحكومة بل على تبعية تلك الحكومة للنظام الإيراني، وهو أمر ينبغي للعرب الاهتمام به في سياق صراعهم الدائر مع اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة. ينضم إلي أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، ومعي في الاستوديو حسين السبعاوي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. نبدأ في الاستوديو، من أجل ماذا يتظاهر أبناء الجنوب العراقي ويصرون على هذه التظاهرات؟ لماذا؟ بالتأكيد في بداية الأمر كانت المطالب معلنة أنها مطالب خدمات وظائف، بمعنى مطالب إدارية، ولكن الأمر ليس محصور بهذه المطالب فقط بل هي مطالب سياسية، هو اعتراض على طريقة إدارة الدولة منذ 2003 إلى الآن التي تمثلت بالطريقة الطائفية واستنزفت أموال الدولة كاملة. الدولة العراقية من الدول الغنية جدا، فاستنزفت أموال الدولة وأقصي كثير أطياف كثيرة من الشعب العراقي. فهذه المظاهرات لها عدة رسائل، أهم هذه الرسائل أنه الاعتراض على إدارة الدولة في العراق منذ 2003 إلى الآن، بمعنى رفض للطائفية، هذه واحدة. والثانية أن إيران عدو وليست حليف، هذه رسالة ثانية أخرى مهمة جدا. أما البقية من الخدمات وغيرها فهي مطالب طبيعية جدا بدأت فيها المظاهرات، ولكن علينا أن ندرك
نجاح المظاهرات من عدمها لا يمكن أن يحصر فقط في إسقاط قبل الحديث عن نجاح المظاهرات. نعم. الآن تتكلم عن وجود الطائفية في العملية السياسية والطبقة الحاكمة الآن في بغداد، وتتحدث عن أن إيران عدو وليس حليف. هذا الوضع الذي تتحدث عنه موجود منذ 15 عاما، منذ عام 2003، فما الذي تغير اليوم؟ ولهذا السبب كان لماذا الآن يثورون؟ هذه الأسباب موجودة منذ 15 عاما. ظهر جيلا جديدا عراقيا رافضا لهذا النهج الطائفي، هذا واحد. ثانيا، أعطي بالنسبة للعراقيين، لم نقطع التظاهر، في كل عام لهم مظاهرات وتظاهرات ورفض، ولكن وصل الحال إلى الانفجار الشعبي الكامل على مستوى في المنطقة ذات العمق الاستراتيجي للحكومة العراقية كما تدعي، بمعنى المنطقة الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. تدعي الحكومة العراقية بأن هذه عمق استراتيجي، وهي كذلك حسب ما تدعي، ولكن رد عليها الشعب العراقي بأن سياستها الطائفية مرفوضة، وأن الفساد مرفوض، وأن الإقصاء مرفوض، وأن إيران كما قلت لك. ثمة رأي في العراق، ولا أحدثك عن خارج العراق التي سأذهب إليها الآن، أن كل أنت تقول كل عام هناك مظاهرات عراقية، لكن ثبت بحسب رأي كثير من العراقيين أن هذه المظاهرات في كل عام وراءها رجل سياسي. مثلا قبل عامين تظاهر تيار الصدري، ثم بعد بضعة أيام تصالح الصدر مع الطبقة الحاكمة فأجلس. هذه المظاهرات غير مسيسة ولا تستطيع، لأنه القوى التي ظهرت هي نوع أنواع المقاطعة العملية السياسية، مقاطعة الانتخابات، وهم الغالبية من الشعب العراقي، هذا واحد. ثانيا، غير المؤدلجين. ثالثا، هم من الشباب ومن العشائر العراقية، هؤلاء غير مؤدلجين، لم ينتموا إلى أحزاب طائفية، لم ينتموا إلى قوى سياسية. هذه المظاهرات مختلفة عن غيرها إلى حد ما. هذه المظاهرات تشبه المظاهرات في إيران. الشعب الإيراني الذي ولحد الآن هو متظاهر ومحتج، له حراك قوي ضد الحكومة الإيرانية، إلى حد ما هناك تشابه من حيث التوقيت، من حيث الجغرافيا، من حيث المطالب، هناك تشابه نوعا ما، رفضا للطائفية، رفضا للسياسات العنصرية، رفضا للإقصاء، رفضا للتحالف الإيراني، بل هيمنة إيران على العراق. كل هذه المظاهرات هي رفض لاستخدام الدين في السياسة، ومن ثم تبين أن هؤلاء هم سلة من الفاسدين، سلة من السراق واللصوص. ولهذا السبب هناك حتى شعارات يعني تمس، سواء اسمها المرجعية ورجال الدين والأخير، رفضت حتى مشاركته في هذه المظاهرات مختلفة عن سابقا، لم يستطع أحد. نعم، سابقا كان التيار المدني في ميدان التحرير، جاءت بعض القوى السياسية وركبت الموجة اللي قبلها أيضا وهكذا، ولكن في يعني هذه المظاهرات تريد أن تقول أن العراقيين أو خاصة في الجنوب استفادوا من التجارب السابقة. هذا في هذا السياق أريد أن أسمع رأي أسامة الملوحي من إسطنبول، في أي سياق عراقي وإقليمي ودولي يمكن وضع هذه الاحتجاجات الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة العراق له في تموز خاصة له تاريخ طويل، كل الثورات والتحركات يعني العارمة تحصل في تموز، الدم العراقي يفور في تموز. طبعا المظاهرات خدمية ولكن لها دلالات سياسية خطيرة، مثلا قضية الكهرباء وعدم وجود التبريد في العراق، في درجة الحرارة تصل إلى ما يقارب 60 درجة مئوية، تجعل العراقي يكتشف أو يظهر قضية الكهرباء التي أنفق عليها عشرات المليارات من الدولارات، وهي لا تحتاج إلا ربما إلى 2 أو 3 مليار، فتظهر عورات كل من استلم الحكم جزئيا أو كليا من 2003 إلى اليوم، تظهر عوراتهم بشدة. أسامة، جوهرها خدمي وليس سياسي، أليس كذلك؟ هي لا أبدا، هي خدمية لها دلالات سياسية واضحة لدى العراقي، وهو يصل الأمر ببساطة، يوصل الأمور بوضوح شديد. ما هي هذه الدلالات؟ هذه الدلالات أنا عندما أقول لك مثلا عن قضية الكهرباء أنا أذكرها الآن، أقول لك عشرات المليارات ذهبت سرقة وذهبت هباء، ولا يوجد أي مشاريع حقيقية فيما يخص الكهرباء. عندما تصل درجة الحرارة إلى 60 مئوية، العراقي تظهر أمامه الصورة بوضوح أكثر، ويدلل من خلال الكهرباء على فساد المنظومات كلها، كل الوجوه التي استلبت السلطة من 2003 إلى اليوم. هذا أمر واضح وهام للغاية. إذن الفساد نقول لماذا لم يحصل مثل ذلك في بداية 2003 و4 و5؟ كان هؤلاء الذين يستلمون الحكم يلقون كل التبعات على نظام صدام حسين ويقولون التركة ثقيلة وكان هناك حصار وإلى ما هنالك. فالعراقي الحقيقة خدع،
وأعطاهم الفرصة كاملة وبدأ الحراك قبل سنوات واشتد وسيشتد وسيشتد، ولكن كل هو موسمي مع الأسف. طيب هو حراك موسمي، كل الدول فيها فساد، وكل الدول يعني هناك نوع من التذمر على هذا الفساد، وبالتالي لا يمكن وضع تظاهر ضد الفساد في إطار سياسي، وإنما دائما في إطار خدمي إصلاحي. والربط واضح، أن الخدمات تكشف عورات هؤلاء بأرقام مذهلة. لن تستطيع أنت في دولة أخرى، مثلا في الأردن حصلت مظاهرات، هذه المظاهرات عن فساد إذا حسبت الأرقام هي بضعة مليارات، لكن هنا نتكلم عن مئات المليارات المهدورة وعن فقر شديد في كل المحافظات العراقية. إذن نتكلم عن رقم هائل. العراقي ليس فقط واعي، وإنما واعي أكثر مما كنا نظن، حتى في قضية الطائفية تعداها في هذه المظاهرات، لها دلالات عظيمة، ولكن للأسف هي موسمية، ويمكن شهر أو شهرين وستستطيع هذه المنظومة الفاسدة الحاكمة في العراق أن تجعل هذه المظاهرات تخبو مرة أخرى للأسف الشديد، لأنهم يشتغلون عليها بطريقة محترفة متقنة. حتى أنني جمعت معلومات في الأيام الأخيرة عن وجود تغلغل بين المتظاهرين من قبل مئات من المخابرات التابعين إلى الأجهزة الأمنية لهذه المنظومة الفاسدة، يتغلغلون بين المتظاهرين ويؤدون دورا واضحا بكشف من يقود العملية محليا أو موضعيا، وأيضا يحرضون باتجاه استخدام العنف. عبارة مهمة، سأستعير منك عبارة يعني مهمة أوردتها في حديثك، احتجاجات موسمية. هل هذه الاحتجاجات الموسمية هي ما يفسر بين قوسين خجل التعاطف العربي والتفاعل العربي مع هذه الاحتجاجات حتى الآن؟ لا، بالنسبة للنظام العربي لم ولن يدعم أي تظاهرة في العراق وفي غير العراق. سبب لماذا؟ لأنه لا يمكن للدكتاتور أن يدعم حراكا شعبيا يطالب بالحرية والديمقراطية، هذا غير ممكن. يعني كيف نرجو من أنظمة دكتاتورية قمعية أن تدعم هذه التظاهرات؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذه التظاهرات أعتقد لو يدعمها أي دكتاتور سيسيء للتظاهرات أكثر ما ينفعها، لأنه نحن لا نتحدث عن نظام سياسي بذاته، وإنما نتحدث عن منظومة عربية فيها الإعلام وفيها الجماهير وفيها الأنظمة السياسية. النظام العربي الآن، والعراق بلد محوري في الدول العربية، مسيطر عليه من قبل النظام العربي. اليوم الإعلام مسيطر عليه، حتى السوشيال ميديا مسيطر عليه من قبل النظام العربي، والمؤسسات مسيطر عليها، ودوائر الدولة مسيطر عليها. هناك دكتاتورية، الدكتاتور هو الحاكم الوحيد والأوحد في البلد، ولهذا السبب. ثم كيف نرجو من نظاما لم تجرى فيه انتخابات منذ تأسيس دولته إلى الآن سيدعم التظاهر والحراك في العراق أو في أي دولة أخرى؟ ثم أليس لنا عبرة في الربيع العربي كيف وقف النظام العربي مع الدولة العميقة وكيف أسقط تطلعات الشعوب؟ لهذا السبب لا يمكن أن يعول ولن يعول أبدا، ومن الخطأ جدا أن يعول على النظام العربي في الحراك العراقي أو في أي حراك آخر، لأنه هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. وأعتقد أنه لو دعم هذا الحراك سيسيء للحراك أكثر، باعتبار أنه سترد عليه الحكومة العراقية تقول لهم بماذا أنتم أفضل منا؟ بماذا أنتم أفضل منا؟ على الأقل نحن في كل 4 سنوات نجري انتخابات حتى لو كانت مزورة، ولكن أنتم لا تجرى عندكم انتخابات طيلة حياتكم. الأخرى نحن انتخاباتنا على الأقل يفوز بها 50-60%، أنتم انتخاباتكم 99% يفوز بها. فبالتالي هناك منظومة كاملة لا تسمح بالتغيير، حتى النظام الدولي، المجتمع الدولي الآن لا يسمح بالتغيير، هو داعم لكل الدكتاتوريات وداعم لكل الفاسدين ولكل القتلة. طيب، بعيدا عن جزئية الأنظمة الدكتاتورية بحسب وصفك، ما السمة التي ميزت التفاعل العربي مجمل العالم العربي مع التظاهرات العراقية التي حقيقة يعلق كثير من العراقيين عليها آمالا كبيرة؟ السمة التي حكمت هذا التفاعل العربي فقط أنه هذه المدن في جنوب العراق التي رفضت الطائفية ورفضت الطائفين هناك تعاطف معها، ولكن من قبل أفراد ومن قبل شعوب، الشعوب تعتبر هي المنطقة الرخوة وليست المناطق الصلبة، ليست هي مؤسسات الدولة. لهذا سبب لابد أن نميز بين الدولة مؤسساتها وبين الشعوب، الشعوب المقهورة. الشعوب المقهورة حتى استخدامها بالسوشيال ميديا اسم وهمي، اسم بلا صورة، اسم كذا، حتى على مستوى مغردين كبار نجد غير موجودة صورته، لأنه يدرك أنه سيعتقل على تغريدة واحدة، وفي دول التغريدة الواحدة 18 سنوات سجن. فكيف سيستطيع؟ أما هناك تفاعل عربي وهناك قبول عربي وتأييد عربي لهؤلاء المتظاهرين،
وخصوصا ضمن أكرر ضمن هذه المنطقة الجغرافية وتحديدا لهذه المظاهرات، لأنها انتفضت ضد الطائفين ورفضت استخدامهم كعمق استراتيجي أن تستخدمهم هذه الحكومات باعتبارهم ضمن المكون الشيعي الذي يتهم بأنه جميعه هو مواليا لإيران، وهي ردت هذا الرد الواضح وأحرقت صور خميني وخامنئي، وهذه لأول مرة تحرق صور هذا الصنم في العراق وخصوصا في جنوب العراق، هذا أمر عظيم جدا. لهذا السبب هذه المظاهرة، يعني ثمة من يقول هذه نسبة تمثيلية ضعيفة للعراقيين في الجنوب، لا، وإنما هذه رمزية كبيرة، وأنا أعتبر المظاهرات حققت هدفها ونجاحها بمجرد أنه انتفاضتها وفضحت الحكومة الطائفية ورفضت إيران كحليف. أنا أعتقد المظاهرات حققت هدف كبير جدا ووضعت إسفين ما بين المكون بصورة عامة وما بين هذه الحكومة الطائفية التي اعتمدت النهج الطائفي في إدارة الدولة. طيب، ربما نجد إجابة في إسطنبول مخالفة لما قاله السبعاوي عند أسامة، لماذا لم تحدث الصرخة العراقية في الجنوب رغم قوتها أي صدى في العالم العربي حتى الآن، أو صدى مناسب دعنا نقول؟ أولا، إيران سعت بشكل مبرمج لعزل الشعب العراقي عن الوسط العربي، وهذا فيه تفاصيل كثيرة يحتاج حلقة، وهو أمر واضح تماما بمؤسسات إعلامية طائفية إلى ما هنالك. الأمر الآخر، العبادي في الحقيقة قام في السنوات الماضية بتحركات ضمن الوسط العربي الرسمي الذي هو الأنظمة، فزار دول الخليج وزار كل الدول المعنية بالشأن العراقي أو التي يمكن أن تعنى بالشأن العراقي، والعلاقات مع هذه الأنظمة ممتازة، وهناك سفارات لكل الدول تقريبا العربية في بغداد. إذن من يريد أن يؤيد هذه المظاهرات، ولا تقل أن هناك مؤسسة إعلامية غير تابعة لنظام عربي معين، كل المؤسسات تابعة بلا شك. لذلك حتى المؤسسات الإعلامية المستقلة بين قوسين ظاهريا لم تتفاعل مع هذا الشأن العراقي، ليس فقط لأنها أنظمة ديكتاتورية ولا تريد تشجيع مثل هذه التحركات. الأمر الآخر، العبادي أنشأ سلسلة من العلاقات، وأقول لك بصراحة الدول المجاورة للعراق تخشى أن يسمح العبادي للميليشيات الطائفية التي يمكن أن يتضخم عددها في العراق بمبالغ بسيطة أن يرسلها إلى دول أخرى غير سوريا. فلذلك هذا الأمر لم يتدخلوا يعني بالشأن العراقي، والمظاهرات التي لأول مرة تعدت الطائفية فعلا وتعدت السيطرة الإيرانية وتبشر بالخير. هذا هو الشأن العربي، هذا هو تحرك الأنظمة العربية الباهت تماما. يعني وماذا عن الشارع العربي؟ الشارع العربي لا يستطيع أن يفعل شيء إذا خرج بمظاهرة مؤيدة لمظاهرات العراق، فسيكون لأي نظام شأن معه قمعي واضح. أقول لك أمر مهم جدا، المحافظات بين قوسين السنية لم تقم بالتجاوب مع مظاهرات بين قوسين المحافظات الشيعية لسبب واضح، حتى أن البعض أبلغ الجانب المتظاهر بشكل عام على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا لهم لا نستطيع أن نشارك لأننا سنتهم فورا بأننا دواعش، وسيتم تصفيتنا فورا بدون حتى يعني تمهيد. لذلك لم تشارك حتى المحافظات السنية في هذا الحراك. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، يعني نحن نقول أنه دائما نلقي باللائمة بحسب يعني هذا أقتبس من كلامك على ما وصفته بالأنظمة الدكتاتورية، لكن بخلاف الجنوب جهات العراق الثلاث الأخرى وسط وغرب وشمال لم يتفاعلوا مع العراقيين في الجنوب، فلماذا ينبغي أن يتفاعل من هم خارج العراق؟ لعدة أسباب. أولا، المناطق السنية الآن أصبحت مناطق منكوبة، مدنها منكوبة، سكانها في المهجر وفي السجون وفي المقابر ومنهم تحت الأنقاض لحد الآن، لحد هذه اللحظة. الحكومة الطائفية مجرد أن هناك مظاهرات من قبل المكون السني ستبيد هذا المكون كاملا، ولنا تجربة معاه في الحراك عام 2011 عندما قتلت المتظاهرين وهم محتجين سلميين في ساحة معتصمين، ولم يقطعوا طريق ولم يقطعوا شارع ولم يحرقوا شيء في منطقة الحويجة، قتلت جميع المتظاهرين. هذه المحافظات الغربية، فهناك الوسط والشرق يعني، وهي مناطق فيها كثير من الشيعة. يا سيدي، قتلت المتظاهرين في الرمادي، قتلت المتظاهرين في الحويجة، قتلت المتظاهرين في الموصل. طيب أخي، والآن هذه المدن المنكوبة، وكما يقال أنه المبتلى لا يلام،
اليوم أنا بالنسبة لي كمواطن أقول المتظاهر في الجنوب يمثلني، ولكني لا أستطيع أن أخرج إلى هذه المظاهرات، لأن الحكومة ستتهم المظاهرات بالدحشنة وفي البعثية وغيرها. اليوم كيف يستطيع أن يتهم المكون الجنوبي الشيعي بأن بالدحشنة؟ هذا أمر غير يعني نقيض نقيض المنطقة الذي تدار به الأمور في العراق. أما بالنسبة للمناطق الشمالية، حراك مستمر ضد الفساد وضد الحكومة وفي المكون السني، ومعلوم أنه من 2011 بقى تقريبا لمدة عام كامل وهو معتصم في الساحات رافضا لنهج الحكومة. المهم أنه هذا المكونات الرئيسية الثلاثة وبقية المكونات في العراق جميعها ترفض إدارة الدولة على أسس طائفية، جميعها تريد أن يكون تدار الدولة على أسس المواطنة. هذه المطالب بغض النظر عن التوقيت، هؤلاء في الصيف أو لا خرجوا في الشتاء أو لا خرجوا في شهر 11 أو لا خرجوا، هذا لا يهم. المهم أنه رفضا شاملا جامعا لإدارة للحكومة بإدارتها للدولة، إدارة الدولة على أسس طائفية، هذه مرفوضة. والرفض الثاني، إيران عدو وليست حليف. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ولنا بعده عودة. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الصدى العربي المحتمل لتظاهرات الشارع العراقي. دعوني أرحب بالأستاذ جهاد أبو العيس الصحفي والإعلامي. مرحبا بك أستاذ جهاد. بالرغم من أهمية هذه التظاهرات والتبعات المحتملة على العراق ككل، فإن حضور هذه التظاهرات لم يحظى بأهمية مناسبة في المحتوى الإعلامي العربي، هل من سبب الجوهري وراء ذلك؟ نعم، بداية كل الشكر لك على الاستضافة. يعني يمكن أن نقول أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تحول دون التفاعل الإعلامي مع الاحتجاجات. أولها طبيعة الاحتجاجات وكونها مرتبطة بقضايا خدمية لا سياسية، أقول بالدرجة الأولى، وإن كنا بالفترة الأخيرة للاحتجاجات أصبحت الأمور تأخذ نوع من المطالب السياسية، خروج على مظاهر الفساد المستشري في الحكومة وما إلى ذلك، لكن يبقى الطابع العام هو طابع خدمي مرتبط بمسائل خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى. بالتالي لا يتفاعل الإعلام كثيرا لربما مع أمثال هذه المطالب باعتبارها متكررة وموجودة في أكثر من بلد. بالتالي متى ما انقلبت وأصبحت مطالب سياسية بالدرجة الأولى لربما تأخذ حظها الأكبر ونصيبها الأكبر. لكن أستاذ جهاد، يعني هذه التظاهرات التي وصفتها بالمتكررة وموجودة في أكثر من بلد، وجدنا صداها كان كبيرا جدا عندما حصلت في المغرب، عندما حصلت في الأردن، دونا عن العراق. ما زال الإعلام العربي، يعني لو صحت العبارة، أذن من طين والأخرى من عجين تجاه ما يحصل في العراق. أنا ذكرت أن هناك ثلاثة أسباب، لربما هذا هو السبب الأول. طيب. العام. السبب الآخر يرتبط بشكل رئيسي حقيقة بالاحتقان والاصطفاف المذهبي في المنطقة. لا يمكن إغفال حالة الاحتقان المذهبي السائدة بالمنطقة، وبالتالي انعكاسها على جميع وسائل الإعلام والمواقع والصحف. لنكن صريحين، ضيوفك أشاروا قبل قليل إلى التصنيف الواضح الجغرافي فيما يخص المكون الشيعي، ومن أن أمثال هذه الاحتجاجات متواجدة في مناطق الجنوب وهي مناطق شيعية، حتى أن البعض يعني يصنفها بالأقرب إلى يعني إلى التناغم أكثر مع السياسة الإيرانية أو ما شابه ذلك. للأمانة لا نستطيع إغفال كون الاحتجاجات محصورة في الجنوب العراقي دون امتدادها لمحافظات سنية أخرى. لا نستطيع إغفال هذه المسألة وانعكاسها على ما يجري في المنطقة من احتقان طائفي ومن ردود فعل حول السياسة الإيرانية في المنطقة. بالتالي نجد أن غالبية وسائل الإعلام المسيسة، وكل الإعلام مسيس بطبيعة الحال، ربما لا يتعاطى مع أمثال هذه القضايا باعتبارها مصنفة أو مصطفة أو محسوبة. يعني هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، لكن ليس قبل أن تكمل عن السبب الثالث. السبب الثالث
للأمانة ضعف الحالة الإعلامية العراقية إنجاز التعبير. يعني لليوم لا توجد وكالة إعلام رسمية عراقية أستطيع من خلالها أنا مثلا كصحفي أن أدخل وأستقي الخبر الصحيح من مصدر رسمي. يعني تعدد الوجهات الإعلامية وخضوعها للمكونات والقوة السياسية داخل العراق يدفعني إلى ضياع الحقيقة. يعني كل الدول لديها وكالة إعلام رسمية، فيما لا نجد في العراق حتى هذه اللحظة وكالة إعلام رسمية تابعة للدولة تابعة للحكومة. بالتالي يضيع الصحفي في البحث عن المعلومة واستقائها من مصدر رسمي معتمد. نقطة أخرى أيضا الحرية الإعلامية، يعني غالبية الصحف العربية والمواقع الإعلامية ربما لا يوجد لها مندوبين أو مراسلين صحفيين داخل العراق، وحرية النقل أيضا. يعني على سبيل المثال أنا لا أستطيع أن أجازف صحفي مثلا محسوب على فضائية مغايرة لسياسات العبادي، مناقضة معارضة أو ما شابه ذلك، لا أمن على الصحفي أن يتواجد في تلك المناطق وبالتالي ينقضي الصورة. طيب أستاذ جهاد، حقيقة ذكرت جملة من الأسباب كلها قد يكون مردودا عليها عند بعض المتابعين، فمثلا الشارع الجنوبي وهو يعني كما يقال حاضنة الحكم العراقي الجديد بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي، يرفع شعارات جذرية حدية لا لوجود إيران لا للأحزاب السياسية الطائفية، وهي تنتمي إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه المتظاهرون. ثم بعد ذلك الحرية الإعلامية التي تحدثت عنها، نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام تنقل أخبار المعارك تحت القصف وأحيانا القصف بالكيميائي في حالة العراق غاب هنا هذه التغطية. السؤال هنا هو إلى أي درجة الاستقطاب السياسي الذي دخلت فيه وسائل الإعلام يلعب دورا في تحديد الأولويات، أولويات تحديد المحتوى الإعلامي أكثر من طبيعة هذا الحدث وأهميته؟ نعم، يعني أنا ذكرت لربما هذا هو السبب الرئيسي حقيقة. حالة الاستقطاب سواء المذهبي خارج العراق أو الاستقطاب السياسي داخل العراق حالة دون يعني التغطية النزيهة إنجاز التعبير. أتحدث عن الإعلام العربي، عن الإعلام العربي وليس الإعلام العراقي. داخل العراق هناك مؤثرات لا نستطيع أن يعني أن ننحى بوسائل الإعلام دون المؤثرات الجهات أو الدول أو الداعمين لها. بالتالي سياسات الدول تنعكس على وسائل الإعلام التي تتبع لها بشكل مباشر أو غير مباشر. بالتالي على سبيل المثال وسائل الإعلام المحسوبة على السعودية على سبيل المثال قد تأخذ منحا معينا في التعليق في التغطية على ما يجري داخل العراق، ومثلها فيما يتعلق بالإمارات على سبيل المثال أو بقطر أو بأي دولة أخرى ذات تماس مباشر مع السياسة العراقية في المنطقة. هذا الاستقطاب أثر، يعني شئنا أم أبينا الصحفي لا يترك له حرية وهامش متابعة الأخبار فيما يخص الاحتجاجات في العراق بمنع عن تأثيرات الجهة الداعمة، الجهة الممولة، الجهة التي تدفع لها السياسة التحريرية لوسيلة الإعلام سواء كانت لهذه الدولة أو تلك. هناك نقطة أخرى أيضا، موضوع التكرار. يعني كصحفيين كمتابعين هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المتظاهرون في العراق. يعني في 2011 كان هناك تظاهرات في العراق، في 2013 نفس الشيء، انتهاء باعتصام 2015. الصحفي بالنهاية يرى أن هذا أمر مكرر يبدأ مع فصل الصيف لأن هناك درجة حرارة شديدة جدا في الجنوب، بالتالي الأمور خدمية مطلبية. وإن كان كما ذكرت قبل يعني بالفترة الأخيرة بالأسبوعين الأخيرين أو بثلاثة أسابيع الأخيرة أصبحت المطالب تأخذ منحا أكبر من القضايا الخدمية، أصبحنا نتحدث عن الفساد، أصبحنا نتحدث عن الطبقة السياسية والنخب السياسية الحاكمة، أصبحنا هناك مطالب من العشائر بضرورة تغيير المحافظين وما إلى ذلك. إذن أصبحنا هناك انتقال من الحالة الخدمية غير المغرية للصحفي والإعلامي ولوسيلة الإعلام إلى مطالب أخرى وهي التي تهتم، لكن هي تحتاج إلى وقت أعتقد. يعني إن بقيت المطالب خدمية لن تجد هذه التغطية. طيب حتى لو استردنا يعني معذرة سؤالي الأخير لك، يعني حتى لو استردنا إلى فرضية الاستقطاب السياسي الحاد لوسائل الإعلام، يعني حقيقة شيء لافت أن هذه المتناقضات بين الدول العربية وكل لها وسائلها الإعلامية، رغم هذه التناقضات بينها إلا أنها اتفقت في الشأن العراقي وعزفت عن تغطية هذا الشأن العراقي، ألا يبدو لك هذا غريبا وأنت إعلامي وصحفي؟ هذا يعني هذا شيء غريب، لكن ما الذي يدفع
بهذه النقطة. يعني لنكن صرحاء، الإعلام العربي اليوم يخضع للاستقطابات السياسية، للزغرفة السياسية، يعني لا يوجد إعلام عربي مستقل، بالتالي كل دولة تريد أن توصل رسالتها من الدولة الأخرى من خلال وسائل الإعلام الحالية. الحالة العراقية للأمانة يعني ليس فقط في موضوع الاحتجاجات، حتى في موضوع العمليات التي كان يقوم بها تنظيم الدولة بقتل المدنيين، يعني أصبح طبيعي جدا مفخخة تقتل 20، مفخخة تقتل 30، يعني حتى ما هو أكبر وأكثر دموية مما يجري الآن أصبحت المسألة أشبه بالاعتياد لدى الصحفي والإعلامي العربي، بالنظر إلى أن العراق حالة سياسية معقدة تخضع ل يعني مربعات سياسية ولتعقيدات سياسية لربما يصعب مجاراتها بشكل أو بآخر. فإذا مرت الأحداث الكبرى الأكبر على العراق ولم تحظى بذات التعليق، بذات الاهتمام، أنا أتحدث بلسان المتابع العربي، فما بالك باحتجاجات مرتبطة بقضايا خدمية موجودة في مصر، موجودة في الأردن، موجودة هنا أو هناك بشكل أو بآخر. جهاد أبو العيس الإعلامي والصحفي الفلسطيني، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أنتقل إلى إسطنبول مع أسامة الملوحي. عزلة العراق يعني ليست وليدة اليوم، منذ مدة طويلة، منذ سنين طويلة، والعراق معزول عربيا، معزول عن الاهتمام بقضاياه من قبل العالم العربي. آخر هذه الإهمالات إذا صح التعبير كان في عام 2003 أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. ما محددات التعامل العربي مع هذا البلد العربي المهم؟ يعني نعود مرة أخرى لنتكلم عن قضية الاهتمام العربي دون أن نذكر أن هناك أنظمة هي محتكرة لكل المؤسسات، حتى مؤسسات ما يسمى بالمجتمع المدني أغلبها يعني مؤمم للأنظمة. لذلك نحن نتكلم عن أنظمة، الأنظمة أيضا مرتبطة بأقطاب عالمية أو بقطب الأمريكي وإلى ما هنالك من هذه الأمور. عندما يقال لهذا النظام اهتم بهذا الشأن الداخلي في الدولة الفلانية يهتم، ووجدنا ذلك في الثورة السورية واضح تماما، وعندما يقال له خفف الاهتمام يخفف، وعندما يقول له اقطع يقطع. هذا أمر يجب أن لا نتجاوزه. أما قضية الشارع العربي فمن كثر المعاناة التي يعانيها الشعب العربي في كل مكان أصبح اهتمامه عاطفي، وهو مهتم فعلا، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء ولا يستطيع أن يخرج مظاهرة واحدة مؤيدة يعني للعراقيين، ولو خرج لن يكون هناك تغطية إعلامية. وجدنا أيضا أمر مهم جدا في الأردن، تظاهرات الأردن حصلت على تغطية باهتة جدا لنفس السبب، الأنظمة متفاهمة مع بعضها البعض. وأنا ذكرت أمر مهم جدا أن العبادي دخل في هذه التفاهمات مع كل الأنظمة العربية، لذلك لا يريدون إحراج العبادي. العبادي تعتبر المظاهرات في النهاية ضده كرئيس وزراء حتى لحكومة تصريف أعمال. في كل الأحوال هذا هو السبب واضح. طيب. تماما لا نعول على الأنظمة العربية. هناك أمر آخر سيدي الكريم، عندما نتكلم عن هذه التظاهرات الدلالة على أنها شعبية حقيقية أنه لا يوجد لها قيادة، لا قيادة سياسية حزبية ولا قيادة يعني فردية أو رمزية. ووجدنا عندما كان هناك شبه رمزية لرجل يقف أمام يعني مدفع الماء في بعض المحافظات، في إحدى المحافظات، وجدنا أن العبادي استضافه واستطاع أن يسترضيه بطريقة أو بأخرى. صناعة الرمز داخل الثورة مهم، وهذا غير موجود وافتقدناه في الثورة السورية، ونعلم النتائج الكارثية وعدم وجود لا تنظيم سياسي ولا تنظيم إداري. طيب. لهذه التظاهرات. طيب. يعني حتى موضوعيا لا يمكن القول إن ما يحدث في العراق هو تحول إلى ثورة، لكن بعيدا عن العاطفة وبكثير من الموضوعية، من جانب آخر ألا يتحمل العراقيون مسؤولية هذا التجاهل إذا صح التعبير العربي لحراكهم، وهم الذين رضوا بالعملية السياسية ولم يقاوموها كما ينبغي أن تقاوم أي عملية سياسية تفرض من قبل المحتل، وبالتالي انتخبوا هذه الطبقة الحاكمة للعراق؟ كيف تقبلوا العملية السياسية ونسبة المشاركة 20-25%؟ يعني 75% نتجاهلهم. من أين تقول 25%؟ هذه نسبة المشاركة أخي، معناته المفوضية قالت لم تتجاوز 30% وهي مبالغ بها. طيب أخي 70% نتجاهلهم؟ هذه الأخيرة. أي هذه الأخيرة. لكن قبل ذلك ولكل انتخابات هناك نسبة مقاطعة كثيرة. هذا أمر ثاني، أنه لماذا موضوع عزلة العراق عن العالم العربي، خلنا نسمي الأشياء بمسمياتها. هناك دول لا تريد للعراق أن ينهض، لأن بنهوض العراق ستتحول هذه الدول إلى ثانوية. سابقا عندما كان العراق
قبل 2003 ما كانت هذه الدول الرئيسية في الساحة الدولية، في الساحة الإقليمية، أصبحت الآن دول أساسية. هذه واحدة. ثانيا أن هذه الدول لديها حاشية سوء من الجامية وغيرها، تعتبر أنه المظاهرات حرام. طيب. وستفتي بتحريم الخروج المظاهرات. هذه النقطة، هذه النقطة، يعني أنت نعم. تقول معذرة، أنت تقول أن العراقيين لم يقبلوا بالعملية السياسية. طيب، هو كثيرة منهم. دعني أكمل سؤالي. قسم من العراقيين وهم الذين مثلا رفعوا لواء المقاومة في العراق رفضوا العملية السياسية، هذا يشهد له، لكن في المقابل ميليشيات الحشد هي من شريحة واسعة من العراقيين، الجيش والشرطة التي ارتكبت تجاوزات وانتهاكات باعترافات منظمة حقوق الإنسان الدولية من المنطقة الجنوبية ومن فئة معينة من الشعب العراقي، ألا يدل هذا على أن العراقيين رضوا حتى الآن على الأقل بهذه العملية السياسية وبالتالي غير مؤهلين باعتراف أو بتعاطف عربي معهم؟ هناك إقصاء دولي لمكون عراقي يجب أن لا يكون مشاركا لا في القرار العراقي ولا في السياسة العراقية ولا في القوات الأمنية العراقية. وهذا القرار أميركي توافقت معه إيران، هذا لا ينكر، هذه الحقائق. طيب. هناك مشروع أميركي إيراني تزاوج المشروع الليبرالي الأميركي مع المشروع الطائفي الإيراني الفارسي على العراق وأقصى المكون العربي السني، ورغم ذلك رضينا مثل ما يقول بالمر، والمر ما رضى بينا احنا. يعني عندما شارك بعض العرب السنة في العملية السياسية ليس بأنها هي الحالة المثالية وهي الحالة الأفضل، بل هي الحالة الممكنة التي ممكن أنه تحل مشكلة العراقيين رغم كل التضحيات، ولكن تبين أنه هذه العملية ما هي إلا تسيء إلى العراقيين عموما وإلى المكون العربي السني، بدليل أنه مقاطعة 70% من العراقيين. بالمناسبة الآن المقاطعة ليست عرب سنة فقط، بل المقاطعة الشيعية، ومن هذا المكون الذي قلت فيه الحشد وفيه قوات الأمنية وفيه لكن ثمة من يقول لك هذا في نطاق مماحكات سياسية بين الأحزاب الشيعية التي هي بالنهاية مكونها من هذه المناطق، وأنا أقول لك رأي هذا موجود في العراق. ما هل ترك للعرب دور يقومون به في العراق؟ نريد أن نبحث هذا بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى إسطنبول. أسامة، يعني كيف يمكن أن يكون دور العرب فيما يحصل في العراق في المرحلة المقبلة؟ كيف يمكن أن يؤدوا دورا في المرحلة المقبلة على الأقل حتى لا تتسرب هذه التظاهرات إلى بلادهم، يعني عملا بمبدأ سد الذرائع؟ يعني نعود ونقول العرب، الأنظمة العربية، هناك أمر يعني ذكر على عجل أنه قضية التفاهم الإيراني الأمريكي في العراق خاصة، يعني هناك تحالف أمريكي إيراني في العراق، ونعلم أن أنظمة عربية كثيرة مرتبطة بأمريكا، وهذا له أيضا ارتباط بعدم اهتمام هذه الأنظمة ومؤسساتها الإعلامية بالحراك العراقي. لا يمكن أن نتوقع من الأنظمة العربية، وليس من العرب، نعود نكرر، لا نستطيع أن نتوقع أي اهتمام خارج أقطارهم، هم ينكفئون يعني ولا يريدون أي أمر يجلب لهم المتاعب بين قوسين. لذلك قضية يعني التضامن العربي غير موجود على الإطلاق، وهو يعني يتعرض إلى صدمات وتقطيعات لنقل باستمرار عندما يعني الأزمة القطرية السعودية، أزمات كثيرة جدا. إذن التضامن العربي حتى على مستوى الأنظمة غير موجود على الإطلاق، هناك تبعية وهناك استجابة للقطب الأمريكي وربما الروسي الصاعد مؤخرا. في كل الأحوال لا يمكن أن يعول على لا دعم عربي للحراك العراقي النظيف إلى حد كبير. لا يمكن الاعتماد إلا على الحراكات الأخرى
الثورية في الوطن العربي، وهذه الحراكات تعاني من مشاكل وتعاني من صراع وتعاني من ما تعلمون من خسائر هائلة. بنظرة أبعد من النظرة الاتهامية للأنظمة السياسية العربية، دعني أسأل حسين معي في الاستوديو، هل ترك للعرب في ظل اقتسام العراق بين الكماشة الأمريكية والكماشة الإيرانية، هل ترك للعرب أي دور يمكن أن يقوموا به في العراق؟ أليس هناك نوع من المبالغة في تحميل المسؤولية على كاهل الأنظمة العربية؟ يعني العراق لم يترك منه شيء. بالنسبة للنظام العربي هو من أقصى نفسه، هذا واحد. ثانيا هو نظام وظيفي، خلنا نوصف الوصف الحقيقي، هو نظام وظيفي يؤدي مهمة وليس نظاما منتخبا ولا يمثل شعبه. فبالتالي مهمة النظام الوظيفي اتجاه الولايات المتحدة واتجاه النظام الدولي هي حالة وظيفية، إملاءات ليس إلا. هناك محاولات عربية تقوم بها السعودية، واستقطبت مقتدى الصدر، واستقطبت عددا من القيادات الشيعية العربية من منظور عروبي. هناك محاولات، لكن الضغط الإيراني والأمريكي على العراق أكبر من قدرة بعض الدول العربية. يا أخي إحنا سمحنا لإيران أن تتغول بعد 15 عام، إحنا رحبنا بالتدخل العربي بالتعاون العربي، ولكن عندما جاء العرب للتدخل أو لمساعدة العراقيين، هل تعلم ماذا فعلوا؟ فعلوا أنه مزقوا المكون السني، بدأوا يدعمون طرفا على حساب طرف، وهكذا هم قرامطة، هؤلاء قرامطة وهؤلاء أنظمة وظيفية لا تستطيع أن تخدم ولا تمثل شعبه. جيب لي نظام منتخب أنا أقول لك هذا نعم، هذا يعتب عليه وهذا لا يعتب عليه. إذا لا يوجد نظاما منتخبا ولا يوجد نظاما يمثل إرادة الشعوب، فكيف بهذا النظام سيقوم بدوره الطبيعي؟ لا يمكن ابدا. يعني لابد ان نوصفه، وهو هؤلاء يصير حاله انفصام ما بينهم وما بين الشعوب، لا يمكن ان يكون هناك اي وئام. الشعوب العربيه تحتاج الى ثورات وارتدادات قويه لتتخلص من هذا النظام. ثم انا ذاك نقول هذه الانظمه تمثل اراده الشعوب سواء كانت منتخبه ام انظمه ثوريه. نحن لسنا يعني متمسكين جدا بالانتخابات، ولكن على الاقل أن نريد نظاما ثوريا يمثل هذه الشعوب، لا يوجد. يعني يبدو أنك وأسامة في إسطنبول غسلتما يديكما من الأنظمة العربية بناء على هذا. في ظل استمرار عزوف الأنظمة العربية أو حتى الشعوب العربية عن دعم ما يجري في العراق، عن دعم الشارع العراقي، كيف يمكن أن ينعكس هذا الزهد على مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل هذا الحراك الناشئ فيه؟ يجب علينا أن نكرر أيضا الجهود الإيرانية لعزل العراقيين عن العرب. هذا قلنا. وهذه الجهود تتعرض اليوم إلى قطع، وتتعرض إلى نكسة حقيقية بعدما شاهدنا مؤشرات ومشاهد ودلالات تبشر بالخير. أما يعني التغيير في المنطقة العربية لابد منه في كل الدول، لابد من التواصل مع هذا التغيير. يعني تغيير يدعم تغيير. أنا أذكر تماما الحراك العراقي في الأنبار عندما كان هناك خيمة اعتصام ورفع علم الثورة السورية المباركة هناك لأيام، وأتى من السنة بين قوسين من قال لهم يعني نحوا علم الثورة السورية ولا تؤيدوا الثورة السورية، وحصل ما حصل، وأنا على اطلاع تفصيلي بهذا الأمر. على كل تقطيع الحراكات يعني الثورية مستقبلا يعني في حال استمرار هذا الابتعاد العربي سواء كان الرسمي أو الإعلامي أو حتى الشعبي، أريد هذه الجزئية لأهميتها، في حال واصل العرب إغفالهم لما يجري في العراق، ما مستقبل هذا العزوف العربي على هذا الحراك الذي يعول عليه كثير من العرب وكثير من العراقيين أهمية خاصة؟ يعني نحن نقول أن الأمر يعني صعب للغاية، لأنه في قضايا مادية وقضايا إعلامية، وهناك احتكار للمؤسسات الإعلامية الضرورية لنقل الخبر وحتى للحشد وللتحريض، لنقول التحريض بمعناه الإيجابي. هذا كله مفقود، ولكن أنا ذكرت أمر وأقوله مرة أخرى، تضامن الحراكات الأخرى في كل الدول العربية مع بعضها البعض ممكن، خاصة بوجود فضاء إلى حد ما. هل بقي حراك في الدول العربية الأخرى؟ بلا شك. من يعتقد مثلا أن الثورة السورية المباركة قد انتهت فهو لا يقرأ جيدا، وسنرسل له مؤشرات وكلام منطقي يجعله يقرأ من جديد أن الثورة لم تنتهي بعد. لذلك أقول ارتباط أيضا الثورة السورية المباركة بهذا الحراك الذي خرج نسبيا عن الطائفية، هذا أمر متوقع ونشتغل عليه بصراحة. أمر آخر، هناك حراكات إن كان في الأردن إن كان في أماكن أخرى، نحن لن نيأس، ولا يوجد دور للأنظمة العربية، هي وظيفية وهي أكثر من ذلك،
هي تحارب الثورات بشكل طيب. أو بآخر. طيب يعني أختم معك حسين، بعيدا عن العاطفية وبنظرة موضوعية معمقة لما يجري الآن في العراق، إذا ما بنينا على كلامك وكلام أسامة في إسطنبول بأن العرب مغسول اليدين منهما في دعم العراق على الأقل في هذه المرحلة، هل يستطيع هؤلاء المتظاهرون تحقيق إنجاز على المستوى السياسي يعيد للعراق شيئا من حيويته، هذا البلد المنهك؟ لقد تحقق الإنجاز بمجرد إحنا لا يمكن أن نفهم أنه كل حراك أو كل تظاهر لابد إما أن تسقط النظام أو معناه فشلت، ولا ليس كل حراك شرطا أن يسقط النظام، بل هناك حراكا اليوم في المنطقة الجنوبية في العمق الاستراتيجي للمكون للحكومة العراقية تحرق صور خميني وخامنئي وتعلن أنه إيران عدو وترفض الطائفية، هذا رسالة مهمة جدا تحققت وتحقق الهدف المهم، ليس شرطا أن تسقط الحكومة، ليس شرطا. ما هو الهدف المهم الذي تحقق؟ الهدف المهم أنه رفض الطائفية وأنه إيران عدو وليست حليف للعراق، هذا مهم جدا ونهج ورفض طريقة إدارة الدولة على أسس طائفية، بل مطالبتهم بالمواطنة، ولهذا لاحظ بعض المتظاهرين قالوا نريد وطن. كيف أنه المظاهرات كلها كانت بسبب ماء وكهرباء وغيره، واحد يقول لي الحراك بالصيف وبالشتاء، الحراك السني كان بالشتاء، والأخ الفلسطيني اللي ذكر أنه يعني غياب هيئة الإعلام العراقية تأسست وتشكلت ولكن لا يقول أن الحكومة العراقية تمارس العنف ضد الصحافة. معذرة يعني أنطوار بهجت ليست قصتها ببعيدة، هو ليس موجودا معنا الآن، لكن دعني أتبنى من يقول لك أن العراقيين يتحركون بشكل منفرد، يعني حتى الآن لم يستطيعوا أن يكونوا تظاهرا على مستوى الدولة العراقية، يعني الغربيون في الغرب في غرب العراق يتظاهرون لمطالبهم، في الجنوب يتظاهرون لمطالبهم، وفي الشرق هو هكذا. مطلب واحد، رفض الطائفية في إدارة الدولة، لا يوجد مطالب أخرى، مطالبة بالمواطنة في إدارة الدولة على أسس المواطنة، جميع المكونات طالبت بهذه ورفضت الفساد وترفض التدخل الإيراني والهيمنة الإيرانية ورفضا للاحتلال، هذه المطالب اتفقت عليها جميع المكونات، أما أن التوقيتات تختلف من وحدة لأخرى، والله لو هل أن نطالب حلب أن تخرج مظاهرات وهي مدمرة، هل نطالب الرقة أن تخرج مظاهرات؟ طيب. مدينة الموصل الآن مدينة منكوبة بمعنى الكلمة، 70% من المدينة مدمرة، هل تستطيع أن تجرأ أن تخرج مظاهرة؟ وجثت تحت الأنقاض، هذا لا يمكن. لكن حينما تظاهرت الموصل كانت الجنوب يا سيدي آمنة. ممكن أن تخرج غدا، ولكن ليس من صالح المتظاهرين الآن يخرج السنة، لأن هذه سماعة للحكومة تقول هؤلاء بعثين، ليس عن السنة والشيعة، كانت الموصل والأنبار تتظاهر وكان الجنوب والوسط آمنا ومع ذلك لم يتشارك معه. نحن نريد أن نجلي القضية أمام المشاهدين، المهم المطالب واحدة بغض النظر عن التوقيتات للمتظاهرين. جميل. الأكراد يا أخي تظاهروا العام وشفتم في السليمانية كيف كانت التظاهر وكذا، ما هي المطالب؟ متشابهة لمطالب الجنوب في قضايا الفساد والإصلاح. أنا فقط أنقل الآراء الأخرى وعليك أن تبين، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أشكر ضيوفي، كان معي في الاستوديو حسين السبعاوي المحلل السياسي، ومن إسطنبول أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر ضيفنا كان عبر الهاتف جهاد أبو العيس الإعلامي والصحفي الفلسطيني، كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء.